السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. ناس كتير جدا اعترضت في الحلقة اللي فاتت وقالت مفيش حاجة اسمها سحرة الجن، انت بتقول اي كلام وخلاص. طيب اولا يا جماعة، يعلم ربنا سبحانه وتعالى اللي انا بتحرض دقة كويس جدا وكم التحضير في كل حلقة. ممكن الحلقة تبان قدام حضرتك انها بسيطة جدا، ممكن المعلومات اللي فيها تكون كل الناس عارفها، ولكن دي امانة. الامانة بتلزمني امام الله تبارك وتعالى اني اتيقن من كل كلمة كويس جدا عشان اجي اقولها لحضرتك. في نوع من الجن اسمه سحرة الجن، وهم السعالي والغيلان او الغول. ولكن قبل ما اتكلم عايز اقول حاجة مهمة جدا. عالم الجن كل المعلومات اللي وردت عنه في القرآن وفي السنة هي معلومات أكيدة لا نزاع فيها ولا مجال للشك، لأنها وردت في كتاب الله وفي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فهي من باب رقم 1 الاجتهاد، رقم 2 استنطاق الجن في بعض حالات العلاج، رقم 3 من باب الخبرة المتوارثة لدى الرقاة. والله العظيم يعلم ربنا الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك ده هي اختصار لحاجات كتيرة جدا الحمد لله بفضل الله الواحد قرأ. أفضل رد على الناس اللي أنكروا وجود جن سحرة الجن هي رسالة أتت إلي من شيخي وحبيبي، هقرأها لحضراتكم بالنص، وفيها من الأدلة ما يكفي لإقناع من يعترض. أقول وبالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم. سحرة الشياطين ويطلق عليهم السعالي أو الغيلان، وهذا النوع من الشياطين متمرد شديد البأس قوي الشكيمة، يحتاج السلاح القوي الذي يرد كيده ويلجم جماح قوته وجبروته، ولن يكون هذا إلا لمن صح اعتقاده ورسخ إيمانه وقويت عزيمته وتيقن في اعتماده وتوكله على الله تبارك وتعالى. يبقى احنا كده عرفنا ان في نوع من الجن يسمى الغول او الغيلان، ونوع يسمى السعلان. طيب يعني ايه الغيلان ويعني ايه السعلان؟ جاء في كتاب الروض الانف في المجلد السابع قال: والغول التي تتراءى بالليل، والسعلان ما ترى بالنهار من الجن. وقال ابن كثير في التفسير: والغول في لغة العرب الجان إذا تبدى في الليل. وقال القزويني في عجائب المخلوقات: والسعلاء هي نوع من المتشيطنة مغايرة للغول. وقال الإمام الجاحظ في كتابه الحيوان: السعلاء اسم لواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول أي تتلون لتفتن الصفار. يعني احنا جماعة احيان وفي فيديوهات كتيرة جدا وتجارب ناس يقول لك لو انت مسافر بالليل ما توقفش لحد، لو انت مسافر بالليل ولقيت حد واقف على الطريق وحاول يوقفك اياك انك تقف له. نسمع ناس كتيرة تقول: والله انا كنت ماشي وسمعت حد بينادى عليا، اللي هي قد ممكن تكون في موروثنا الشعبي اللي هي نداها. اقول لكل من انكر علي قولي في الحلقة السابقة عندما قلت إن للجن سحرة، أذكر ما قاله الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: إن الغيلان ذكروا عند عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: إن أحد لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقها الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا. أكرر، سيدنا عمر بيقول لهم سحرة كسحرتكم فإذا رأيتم ذلك فأذنوا. وقال أيضا الإمام النووي: قال العلماء: والسعالي بالسين المفتوحة هم سحرة الجن، هم سحرة الجن. وقال أيضا: الغيلان جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم. وذكر أيضا أحد العلماء في بعض كتبه قال: ومنهم يعني الجن الغيلان والسعالي،
وطبعهم الفساد في الأرض، يخوفون النساء والصبيان، ويطعنون في خواصرهم وأصلابهم، وينجسون المياه، ويفسدون الأطعمة بأنواع المفاسد، ويتأذى منه كل من شرب وأكل من هذا الطعام بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وذكر الإمام الجاحظ في كتابه الحيوان عن بعض أصحاب التفسير في الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أن جماعة من العرب كانوا إذا صاروا في تيه من الأرض وتوسطوا بلاد الوحوش خافوا عبث الجنان والسعالي والغيلان والشياطين، فيقول أحدهم رافعا صوته: إنا عائزون بسيد هذا الوادي، فلا يؤذيهم أحد، وتصير لهم خفارة، يعني سيد هذا الوادي الذي استعانوا به يقيد لهم من يحرسهم حتى النهار. وقال الإمام القزويني: رأى الغول جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب حين سافر إلى بلاد الشام قبل الإسلام فضربها بالسيف. أقول وبالله التوفيق أن ما قلته بفضل الله تبارك وتعالى وليس بأي فضل مني صحيح، والأدلة ما ذكرته لحضراتكم. الحقيقة أن هناك نوع من الجن يسمى السعالي والغيلان، وهم صحرة الجن، وهم حقيقة واقعة لا جدال فيها. ويعلم الله أني أتحرص صدق في كل كلمة وكل معلومة لحضراتكم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.